حكم المباراة ماركو غويدا الذي يطلق الصافرة معلنا انطلاقة ضربة البداية في خط الوسط. محاولة الآن والتصويب عن طريق أيضا أحد لاعبين خط الوسط في اللقطة الماضية لشتاينر، لكن الكرة أيضا بتتخلص مع بول بوكبا. هذا أحدها، تعربت تصويب، لكن الكرة تصطدم أو الكرة يتصدى لها الكبير بوفون. محاولة تحسين المركز، مجموعة تعاقدات، بولي يحاول في الجهة اليمنى، تعود الكرة مرة أخرى عن طريق اللاعب عادل تعراب. عادل بيرسل الكرة راسية، الكرة بتعدي، مرت من سبق من اللاعب باتسيني اللي سبق وسجل 4 أهداف في مرمى اليوفنتوس. شوف الكرة العرضية، شوف الرؤوس، ولكن الكرة عدت. عادل تعراب، كرة وصلت إلى إيمان ويلسون، تصويبة أخرى، لكن الكرة بتضيع، الكرة بتضيع، بتتحول إلى ضربة مرمى. جمهور ميلان يتفاعل مع كل كرة، مع كل لقطة، مع كل محاولة. يعني التحدي الكبير بالنسبة لليوفنتوس في الإبقاع على هذا اللاعب، لكن التصويبة تأتي، كارلوس تيفيز والتهديد الحقيقي، تصد العيون بينما هناك كرة كارلوس تيفيز، والتصويبات اليوفنتوس الآن والخطورة التي تتهيأ. هذا الأباتشي، هذا تيفيز، كيرلوم بيرسل الكرة إلى بوكبا، واحدة من قذائف بوكبا. عادل يعود، لكن الله على القوة، الله على القتالية، الكرة والصراع، يورنتي يحاول المتابعة الذاتية، يا رب ما زالت يورنتي إلى كارلوس تيفيز، الله دي كراته، يا سلام يا سلام، متابعة، محاولة، يا لعيب في الجهة اليمنى، عرضية، يا الله يا الله، القمة. كان البحث عن العرضية، البحث عن التوغل، يحاول المرور في اللقطة الماضية، لكن التغطية من إيمان ويلسون الظهير الأيسر المتراجع. بيرلوم يحاول أن يصنع بكرة عرضية، لكن الكرة الرأسية من اللاعب كاسيرس إلى خارج الملعب. فينيمور تأخر فيهم، لكن الآن المساندة، يا سلام، تعرفت يا لعيب كاكا، يا رب مستحيل، لا تصدق هذه الفرصة، أي جنون في السانسيروم، أي حارس لليوفنتوس ومدافع يأتي مكان بوفون، ولقطة قد لا تأتي مرة ليعدلها كاكا. سامدوريا في المباراة الماضية الكرة بتتحول الآن، استلام الباتسيني، الكرة بتجلي، التصويبة تأتي من بولي، بعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب. فرص قد يندمون عليها، ميلان يصل، ميلان يهدد، ميلان يجعل كونتي يشعر بالقلق في هذا. الكرة من كاكا، مونتوليفو قوية، يا رب بوفون يتصدى، العملاق السوبر بوفون ما زال يقف حائط، الصد عالية، مرت باتسيني، مر، استلم، الله يا بوفون، يا جالويجي بوفون يتصدى لهذه الشوط. المباراة الأول شوط ممتع، شوط جميل، شوط رائع حقيقة، شوط إلى عادل، عادل يمر من أي حد، ينطلق يا عيني يا عادل، بيلعب لك كرة الآن إلى كاكا، إلى الأمير، تصويبة، يا رب متابعة، يا الله، إنهم يواجهون بوفون، وبوفون قادر على أن يتحمل كل ذلك، كاكا يصوب، بوفون يرد، بوفون يتصدى، تشعر أن المرمى ما هو إلا امتداد الكرة بتصل الآن راسية، متابعة، وصلت الآن خطيرة، هنا الكرة، هنا البحث عن العرضية من ماركيزيو، تيفيز يا لعيب، عرضية يورنتي، يا رب لا شيء يخيفهم، لكنهم يخيفون الجميع، لا شيء يخيفهم، لكنهم يخيفون الجميع، يورنتي هكذا يصرح وهكذا يصادق على التصريح، 1-0 لليوفنتوس، 1-0 لأنه بوفون المخرج فاهم يا يورنتي، 1-0 لأنه بوفون، لأنه بوفون. ستعادل في الشوط الأول، لكن كاكا حاول يعدلها، حاول يسجلها، الدفاع أولا. ميلان يندم على كمية الفرص الضائعة،
من القاص يورنتي في نهاية هذا الشوط. الآن صافرة حكم المباراة تعلن عن انطلاقة ضربة البداية لشوط التمريرة. أيمن ولسن عرضية لكن بوفون، العرضية بعيدة كانت عن باتسيني، وبالتالي الكرة بتتحول في غياب بالوتيل. انتصار لليوفنتوس على ملعب ميلانو في 2010، لكن تيفيز يحاول بالقوة، تيفيز بالمهارة، لعب على لعب ممكن، لعب على لعب مساحة للتصويب. يا رب يا الله، تيفيز يحاول أن يواصل الرعب، يواصل الرعب في الكالتشو الإيطالي، ولكن الكرة يتصدى لها. هذه تصويبة تيفيز ولتألق أبيات دقيقة ما بين لاعبي اليوفنتوس. عاد الرأسية، يا الله، باتسيني يرتقي، بوفون عفوا من بوفون، عرضية رأسية، يا الله، مستحيلة يا بولي، ضاعت الكرة. كم من الفرص سيتحسرون اليوم عليها، كم من الكرات، كم من اللقطات. تعود في اللقطة الماضية، يلحق بالكرة أندريا بيرلو، تيفيز خطير، تيفيز خطير، يا رب، لم يعرف في طفولته غير الرعب، لا تنتظر منه غير ذلك، غير ذلك، هو المرعب بهدف مرعب لفريق مرعب لفريق يقدم كل شيء في الكالتشو الإيطالي. تيفيز يرعب المدافعين والحراس، يخترق الشباك، يكسر العارضة، يحتفل بقميص اليوفنتوس، كان قادما. وصلت الآن المحاولة والكرة العرضية، متابعة من روبينيو، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. لاعبا كبيرا في صفوف الفريق، عرضية، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، ضربة ركنية، كرة من أباتي، إيمان ويلسون قوية، مستحيل يا بوفون، تبغي تسجل على اليوفنتوس، تفاهم مع بوفون، تبغي تسجل على اليوفي، تفاهم مع بوفون، مشكل هذا القمة، هذا القمة، الكرة فيها خطأ، بونيرا يعترض الطريق، لا بد من سلاح الخشونة. درب أنطونيو كونتي والآن تصويبه، يا الله، هذا بوجوا أكيد ما في غيره، أوه لا والله، بيض لعيب بول بوجبا، راح بول بوجبا، تصويبه، يا رب يا ما بوجبا تشوف، يا ما بوجبا تشوف، الله على الكرة بتصل في الجهة اليمنى بحثاً عن هدف على الأقل. العارضة أم بوفون، كلاهما واحد، العارضة أم بوفون، كلاهما واحد، الله على حظ لا يقف معك يا ميلان.